هذا الطفل تم تحويله من قطاع غزة للعلاج في مستشفى النجاح. طبعا مستشفى النجاح تعاملت معاه بكل قسوة بكل عنجهية، طردوا الطفل رفضوا علاجه. محمد حبيبي، ايش صار معك في مستشفى النجاح؟ وصلنا المستشفى تعبانين ومعلقين، وانا كنت تعبان وامي حملاني، بيقولوا امي ادينا علاج، الولد تعبان مش راضين يدوني علاج. بعد ما هم رفضوا علاجك ايش حكى الدكتور لماما ووين رحتوا بعديها؟ حكى لها خلاص روحوا على غزة، روحوا على غزة. عملونا ورقة ودونا فيها على سكن فيزا كده، الأوضة فيها 20 مرة، وأنا ماخدتش راحتي فيها وكنت تعبان مش قادر، 20 مرة فيها الأوضة تعبان تعبان.